السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباريات يوم الأربعاء من جميع الدوريات الأوروبية المختلفة. طبعا قبل بدء الفيديو لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو ليصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله في توقعات المباراة. مع المباراة الأولى في تصفية أوروبا لكأس العالم بين المنتخب الأرميني وليتش. المنتخب الأرميني يحصل الترتيب الثاني بعشر نقاط، بينما المنتخب ليتشيرس الترتيب السادس بصفر نقطة. آخر خمس لقاءات لمنتخب ليتشيرس، الخسارة في خمس لقاءات كاملة. آخر خمس لقاءات لمنتخب أرمينيا، الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراتين. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب أرمينيا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب الألباني وسلوفينيا. المنتخب الألباني يحصل الترتيب الثالث بتسع نقاط، بينما المنتخب السلوفيني الترتيب السادس بصفر نقطة. آخر خمس لقاءات لمنتخب السلوفيني، الخسارة في خمس لقاءات كاملة. آخر خمس لقاءات لمنتخب ألبانيا، الفوز في مباراة، التعادل في مباراة والخسارة مباراتين. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب ألباني. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب البلجيكي والبلغاريس. المنتخب البلجيكي يحتل الترتيب الأول ب13 نقطة، بينما المنتخب البلغاريس الترتيب الرابع ب3 نقط. آخر خمس لقاءات لمنتخب بلغاريس، الفوز في أربعة والخسارة في مباراة واحدة. آخر خمس لقاءات لمنتخب بلغاريس، الخسارة في أربع لقاءات والفوز في مباراة واحدة. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب بلجيكا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب السويدي واليوناني. المنتخب السويدي الذي يحتل الترتيب الثاني بتسع نقاط، فيما المنتخب اليوناني الترتيب الرابع بثلاث نقاط. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب السويد على منتخب اليونان. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب المجر وأندورا. أندورا يحتل الترتيب الخامس بثلاث نقاط، فيما المجر الترتيب الرابع بسبع نقاط. آخر خمس لقاءات لمنتخب أندورا، الخسارة بثلاث مباريات والفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراة واحدة. آخر خمس لقاءات لمنتخب المجر، الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة. إذا التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب المجر طبعا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب الألماني والإيرلندي. المنتخب الألماني الذي يحصل الترتيب الأول ب12 نقطة، بينما المنتخب الإيرلندي الترتيب الخامس بأربع نقاط. آخر خمس لقاءات لمنتخب ألمانيا، ثلاث فوز، تعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراة واحدة. آخر خمس لقاءات لمنتخب إيرلندا، التعادلان في مباراتين، الفوز في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب ألمانيا. إلى المباراة التالية، الذي تجمع بين المنتخب الإيطالي والإيطاليوني. المنتخب الإيطالي الذي يحتل الترتيب الأول ب11 نقطة، فيما المنتخب الإيطالي يحتل الترتيب الخامس بصفر نقطة. آخر خمس لقاءات للمنتخب الإيطالي، الخسارة في خمس لقاءات كاملة. آخر خمس لقاءات للمنتخب إيطاليا، الفوز في ثلاث مباراتين والتعادل في مباراة. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب إيطاليا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب الإسباني والكوسوف. آخر فالمنتخب الإسباني الذي يحصل الترتيب العاشر بعشر نقاط، المنتخب الكوسوف الذي يحصل الترتيب الثالث بأربع نقاط. آخر خمس لقاءات لمنتخب إسبانيا، الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة. آخر خمس لقاءات لمنتخب كوسوف، الفوز في ثلاث مباراتين والخسارة في مباراة. في
فيما آخر 5 لقاءات لمنتخب كوسوف، الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة واحدة والتعادل في مباراة واحدة. فالتوقع المناسب لهذه المباراة طبعا هو فوز منتخب إسبانيا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب مقدونيا الشمالية ورومانيا. رومانيا احتلت الترتيب الثالث ب9 نقاط، فيما مقدونيا الشمالية الترتيب الرابع ب8 نقاط. آخر 5 لقاءات لمنتخب رومانيا، الفوز في 2 مباراة والخسارة في 3 مباريات. آخر 5 لقاءات لمقدونيا الشمالية، الفوز التعادل في 2 مباراة والخسارة في 3 مباريات. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب رومانيا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب السويسري وإيرلندا. المنتخب السويسري الذي احتل الترتيب الثاني ب7 نقاط، فيما المنتخب الإيرلندي الترتيب الرابع ب4 نقاط. آخر 5 لقاءات للمنتخب السويسري، التعادل في 1 مباراة، الفوز في 3 مباراتين والخسارة في 1 مباراة. آخر 5 لقاءات للمنتخب إيرلندا، الفوز في 3 مباريات والخسارة في 1 مباراة والتعادل في 1 مباراة. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب سويسرا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب الإنجليزي والبولندي. المنتخب الإنجليزي الذي احتل الترتيب الأول ب15 نقطة، فيما منتخب بولندا الترتيب الثاني ب10 نقطة. آخر 5 لقاءات للمنتخب الإنجليزي، الخسارة في 1 مباراة والفوز في 4 مباريات. آخر 5 لقاءات لمنتخب بولندا، الفوز في 2 مباراة والخسارة في 2 مباراة والتعادل في 1 مباراة. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب الإنجليز طبعا. إلى المباراة التالية، تجمع بين المنتخب الإستوني والويلز. منتخب ويلز الذي احتل الترتيب الثالث ب6 نقاط، فيما منتخب إستونيا الترتيب الخامس ب0 نقطة. آخر 5 لقاءات منتخب ويلز، الفوز في 2 مباراة، الخسارة في 2 مباراة والتعادل في 1 مباراة. آخر 5 لقاءات لمنتخب إستونيا، الفوز في 3 مباراة والخسارة في 1 مباراة. فالتوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب ويلز. إلى المباراة التالية، التي تجمع بين المنتخب البلغاري وجورجيا في مباراة ودية. آخر 5 لقاءات لمنتخب جورجيا، الخسارة في 3 مباراة، الفوز في 1 مباراة والتعادل في 1 مباراة. آخر 5 لقاءات لمنتخب بلغاريس، التعادل في 2 مباراة، الخسارة في 2 مباراة، الفوز في 1 مباراة. التوقع المناسب لهذه المباراة فوز منتخب بلغاريا. إلى المباراة التالية والأخيرة، التي تجمع بين المنتخب الأوكراني وتشيكي في مباراة ودية. المنتخب الأوكراني آخر 5 لقاءات، تعادلين، فوز واحد وخسارتين. آخر 5 لقاءات لمنتخب تشيك، الفوز في 2 مباراة، الخسارة في 3 مباريات. التوقع المناسب لهذه المباراة هو فوز منتخب أوكرانيا. فهذا يقول كل شيء ما لدينا. طبعا لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو ليصلك كل جديد. إلى اللقاء.